وهذا الشيء هذا جات في ذكرى تأسيس الأمن الوطني كاعتراف وتقدير لمجهودات مجهوداتنا خاصة مجهودات الشرطة والعناصر الأمنية بولاية أمن أكادير عامة. وهذا جات في إطار التدخل لإنقاذ شخص من الغرق في شاطئ أكادير في يوم فاتح ماي الساعة 10 صباحا، واستطعنا بقدرة الله والمهارات ديالنا انقذنا واحد الطفل من الغرق وقدمنا له الإسعافات الأولية. رأيت ما جاو الناس ديال الواقعة المدنية مشكورين حتى هما ونقلوا للمستشفى الحسن الثاني، وكان الطفل في حالة مستقرة. وجات الشهادة كاعتراف وتقدير من مدير العام للأمن الوطني على المجهودات ديالنا، وكنشكروا من هذا المنبر. كنهنئ جميع عناصر الشرطة في هذا اليوم تأسيس الأمن الوطني، وكنتمنوا لهم مسيرة موفقة، وكنوجه لهم الشكر خاص.